بسم الله، السلام عليكم. اليوم عندنا دجاج مع شوية زحمة. القدر أو المقلى يكون حار، نزل عليه فطر مجفف. إذا ما في مجفف سوي اللي أنا سويته، شريته جاهز، نظفته، حطيته في الثلاجة أسبوعين وصار مجفف. وحطوا عليه قبل ما يستوي، حطوا عليه سبانخ. هذا من آخر طبخة. وخلطوا، حركوا، فلفل أسود مجروش وشوية ملح. جهز، الحين نحطه على جنب. الحين نجيب الدجاج، سويت في داخله جيب بهالشكل، نحط داخله شريحة صغيرة من جبنة الشدر، حطوها داخل مثل السرير، زين. وبعدين شوي من الحشوة اللي هي السبانخ مع المشروم مع الفطر، ودخله داخل. تأكدوا انه محكم نوعا ما عشان ما يطلع برا. والآن الحين قفلتهم بعود اسنان اثنين بالطريقة هذه عشان ما يفتحون علي وانا اطبخهم. هنا حطيت ملح ومجموعة بهارات، بكتب لكم اياها تحت. على كل واحد فيهم من وجهين، زين، وتأكدوا انه يمسك فيها في كل مكان. حشيناهم، تبلناهم، خيطناهم، والحين نطبخهم. وزيت زيتون اول ما يحمى نزل الدجاج الاول، الثاني، والثالث. حاولوا توسعوا العدد عشان ما يتهاوشون داخل. وخلوه تقريبا دقيقة على نار متوسطة، بعدين نغطيه. الحين غطوه، خلوه على نار متوسطة تقريبا 4 دقائق. وقبل ما نخلص من هذا الوجه بننزل ثوم معفوس بالسكين أو مقطوع نص نص قطعة. خلوه يضرب في الزيت ويعطي الدجاج نكهة. وعلى جنب شاهي أبو عبد الله، هذا حق التركيز والروقان. الحين ننزل زبدة ونقلب الدجاج على الوجه الثاني. أرفع النار لأن الزبدة ما كانت حارة الغرفة، كانت شوي باردة. الحين نخليها على هذا الوجه تقريبا 3 دقائق مغطى، وبعدين نرجع لها. الحين نحطهم على جنب ونسوي كذا، ونعلي النار شوي ونسوي الجليزنج. ما ادري ايش يسمونه بالعربي، بس من اللي يسمونه جليزنج. هذه النكهة حق الزبدة وحق زيت الزيتون والثوم بتصير على الدجاج وبتخليه يتقمر اكثر. واستمروا زي كذا تقريبا دقيقة كاملة. الحين نرجعهم في نفس المكان الاول، ونخلي على نار عاليه دقيقه واحده ونطفي النار. نشيلهم الحين ننزل الثلاث البزارين، نحطهم على جنب كده ونطبخهم. قلبت الزغنونات وحطيت شوي من الحشوة وشريحة جبن وبغطيه دقيقتين يجهز. ما شاء الله جهزه، والحين نشيلهم. بشيل الجبن المتكرمل، أحبه صراحة، أحطه على جنب. الحين نجيب تين نقطع انصاص، زين. الأيام هذه موسم تين هنا، فنستغل الفرصة. غطوا بس نص دقيقة تكفي. الحين نقلبهم 10 ثواني على نار عالية ونشيلهم. هذا هو جاهز معانا، يمديكم تاكلونه مع 3 شرايح توست أو شريحتين مثلا من الساور دو بس محمصين. أنا عن نفسي أحب أكله سادة مثل ما هو كذا.
وبالعافية جربوه، يمكن شكله معقد بس والله ما هو معقد، بالعكس سهل وخفيف ومرة لذيذ. بالعافية.